أخبار المدينة في 60 ثانية. وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة 20 يبحثون تعزيز التعاون غدا. وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة صحيفة الدعوة بشكلها الجديد. مذكرة تفاهم لتوظيف أحدث التقنيات في تعقيم الطائرات والمطارات بالمملكة. غرفة المدينة تطلق سوق المدينة الإلكتروني. الاتحاد يبدأ الإعداد بفحص كورونا. اعتقال امرأة يشتبه في إرسالها الطرد السام للبيت الأبيض. جريدة المدينة، تابعونا يومياً.